بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم. أحبابي في الله، سنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. أحبابي في الله، سنتمنى لكم الصحة والعافية، سنتمنى لكم ربي يحفظكم من كل أذى إن شاء الله. بحول الله وقوته غادي نحط واحد الوصفة. حنا دابا في 10 الأواخر ديال رمضان، 10 الأواخر ديال رمضان تيكتبوا فيها الأسحار، تيكتبوا فيها ليلة 27، تيخدموا فيها الكهنة والسحرة والناس اللي ما تيخافوش الله، أو الإنسان اللي عندك حساب معاه تيبغي أديك في ديك الليلة. إذا حنا باش نحصنوا ريوسنا غادي إن شاء الله نديروا وصفات للتحصين، إن شاء الله غادي نحطوهم إن شاء الله، وغادي نعطيكم وصفة اليوم للسحر التفريق. السحر التفريق ديريها في هاد 10 الأواخر ديال رمضان، سبحان الله غادي يعينك الله، وغادي يفسخ لك كل حاجة عندك انتي والزوج ديالك، او انتي والاخ ديالك، واما تكون انتي والام ديالك، واما يكون انتي عندك اسحار مع ناس اخرين كنتو مزيانين وفارقوا بيناتكم، اما يكون خوك، واما تكون اختك، واما يكون الاخ ديالك، واما يكون الاب ديالك، واما الزوج ديالك. سحر التفريق تيعني بزاف الحوايج، تيعني انك يقدروا يديروا لك مع اقرب الناس ليك هما ولادك، يديروا لكم سحر التفريق باش انكم تكونوا متفرقين، ويكون عندكم ما تكونش عندكم اللمه في البيت. اليوم ان شاء الله غادي نعطيكم هذه الوصفه، ولكن نتوما حاولوا ديروها ان شاء الله بالصفاء والنيه، وتوكلوا على اللي خالقكم، لان الله سبحانه وتعالى غيفك عليكم جميع الاسحار، لان الله سبحانه وتعالى تيبغي الانسان اللي تيبغي يمشي في طريق الله ويذكر الله ويعتمد على الله ويخلي اللي على الله على الله. ولكن الله سبحانه وتعالى قال لك حاول تستعن بالله، ولكن دير الاسباب. الاسباب انك تحطي اسباب من القران الكريم، واما إبطال السحر بعشوب طبيعية، وإما تستعني بالتسبيح والأذكار اللي غادي تطلبي الله اللي غادي يرفع لك هذا الضر إن شاء الله. حبيبي في الله، اليوم غادي نعطيكم واحد الوصفة خاصة بإذن الله تعالى، لأنني أنا في هاد العواشر بغيت نخدم مع المعذبين، مع الناس اللي محرومين، الناس اللي عندهم مشاكل، وبغيت نعاون الناس تكون عندي أجر إن شاء الله عند الله سبحانه وتعالى، ويكون عندي ثواب مع الناس. أول حاجة الناس اللي عندهم أي سحر تفريق، المرأة مع راجلها، أو الخو مع أخته، أو المهم أي واحد أنتي عندك سحر تفريق بينك وبينه. وصفة رائعة، وصفة رخيصة، وما فيهاش شي ثمن باهظ اللي غادي تمشي تشدي السربيس عند شي كاهن او عند كاهنه، او تشركي بالله هذه في قاع دارك وفي قلب دارك. غادي تحاولي انك تجيبي الملحه راكينه، السانوج بعض الاحيان تيكون في المنزل، العرعار معروف لابطال جميع الاسحار، قليل من الفاسوخ، العطاره محلولين دابا تاخذوا الفاسوخ، اللي ما عندوش الفاسوخ في الدول العربيه او الناس اللي في اوروبا ما عندوش الفاسوخ يحاولوا ما يديروش. حنا اكتفينا بالعرعار انه يبطل جميع الاسحار، عدنا الملحه وعدنا السنوج اللي حباته رقاق، والصور اللي غادي نعتمدوا عليهم ان شاء الله في الطبخ هما اللي غادي يبطلوا. اما الفاسوخ يفسخ السحر من جذوره، اذا نحاولوا اللي ما عندوش الفاسوخ يستعن بالله اولا، ويستعن بالقران الكريم اللي غادي نعطيكم، والعرعار والسنوج ومعلقه الملحه ومعلقه السنوج ومعلقه ديال العرعار. الصور غادي نحاول ناخذ الصور، غادي نكتب فيهم الاسم ديال من اللور. دابا حنا ما تنديروش الصور، ممنوعين علينا نحطوا الصور. اذا غادي هذه الصوره غادي نكتب الصوره، الاسم ديال الشخص، والاسم ديال مو،
نكتب إذا ما عندكش بحال دابا البنت اللي عندها خطيب أو صديق وداروا ليهم السحور وبغات ترجع ليه وبغات تبطل بينها وبينه وعندها تصور دير اسم النسب. إذا احنا يا حطينا الناس اللي عندهم التفريق كامل، لا الأخ مع أخته ولا الزوج مع الزوجة دياله ولا الأم مع ولاده، إبطال جميع الأسحار للناس كاملين. سحر التفريق ما تيدارش للمرأة والراجل، تيدار العائلة كاملة. إذا الصور غادي نحطهم هنايا، غنقول بسم الله، وغادي إن شاء الله نحط العرعار. العرعار غادي ناخد معلقة كبيرة الملحة، معلقة كبيرة السنوج، هو ناخد قطعة فاسوخ. الفاسوخ هاد الايام غالي شوية، ناخد 11 دراهم او 15 درهم، راه يعطيك فيها تخدمي بها 3 مرات. اذا هاد العرعار غادي نوضعوه هنايا، وغادي نوضع الملحة وكلشي المكونات، وغادي نوضع الفاسوخ. غادي ناخد قنينة ماء الزهر او ماء الورد، ماء الزهر او ماء الورد، بغيت نبطل هاد الاسحار خصوصا هاد المدة ديال العواشر. حاولوا انكم تاخدوا ماء الزهر وماء الورد باش تخدموا به كاع بزاف الوصفات، اما القبول واما تعوموا به واما تحيدوا كاع الاسحار، لانني غادي نحط لكم بزاف الوصفات فيهم ماء الزهر وماء الورد. حاولوا انكم تاخدوا كمية قنينة كبيرة وتخليوها في المنزل. ونوضع هذا ماء الورد، غادي نحط هنا قنينة ماء الورد ونوضعها هنايا. عندنا ماء الورد، السنوج، العرعار، الفاسوخ، الملحة، والصور. والصور غادي نكتب فيهم الاسم ديال الشخص المعين، ولكن شنو غادي نقرا؟ هو تيتبخ فوق النار، غادي نتبخ في الصباح من مورا العشاء، في الصباح من مورا العشاء مدة 3 ايام حتى ينشف الماء. ينشف الماء، غادي تاخدي الكمية اللي غادي تبخيها مدة 3 ايام، النهار الثالث غادي ينشف الماء، غينشف، غادي تلقاي الصور تمسحو. الا ما تمسحوش ان السحر باقي، اذا السحر غادي تعاوديه، السحر باقي، اذا خاصك تعاودي هاد الوصفة خصوصا في هاد العواشر، ومع الذكر ومع الصلاة ومع هذاك غتحاولي انك تبطلي في هاد الايام. اول حاجة هي الصباح من مورا الفجر، غادي ناخد الكسرون نحط فيها المكونات، نحط فيها الصور، وغادي ناخد هاد الآية، هاد الآية اللي غادي نعطيكم هانتوما للسحر التفريق. السحر التفريق، المهم هاد الآية هانت تبدأ الآية سورة البقرة 102، غادي إن شاء الله. غادي ان شاء الله نقراها 7 المرات هاد الايه وهي تتبخ، وغادي ان شاء الله نديروها على النار. غادي نمشي نديها فوق النار تتبخ، نوريكم كيفاش غديروها، ومن بعد غادي نرجع.
ان شاء الله بعد ما تبخنا هاد العرعار غادي ان شاء الله بحول الله وقوته غادي نتبخو الصباح مع الفجر، وغادي نتبخو مع مورا العشاء مدة 7 ايام او 3 ايام. المهم شوفوا نتوما القدرات ديالكم على حسب الماء، الى تجمع ونشف هنحاولوا نديروها 3 ايام. الى نشف الماء غادي نشوفوا الصور، الى تمحاو راه مزيان راه تفوسخ السحر، الى كان بقى والصور ما تمسحوش ان السحر خاصك تعاودي الابطال ان شاء الله. اذا حبابي في الله ما بقى لي ما نقول لكم، حاولوا ديروها مده 3 ايام، نتبخها مع الفجر ونتبخها من مورا العشاء ان شاء الله، ديروها لابطال جميع السحر اللي ما بين الزوج والزوجه، وغادي ان شاء الله غتحسوا بالراحه. حتى المراه اللي عندها الاسحار هي ولادها راه مزيانه هاد الابطال، راه مزيان المراه اللي عندها سحر مع ولادها. اذا مبقى ليا غير نقول لكم حاولوا ديروها وان شاء الله غيكون عندكم الفرج قريب. اذا عجبكم الفيديو حاولوا تدعموا القناه وتفعلوا الجرس وتابوناو بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.